طيب، نظمت جمعية تطوير مستقبل طلاب الطب بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المؤتمر الأول للصحة الإنجابية، واللي بيهدف لمناقشة مجموعة من البحوث على المراهقين وصحة الشباب. إيه اللي حصل في المؤتمر؟ خلونا نشوف التفاصيل في التقرير التالي. مفيش بلد في الدنيا تقدر تصرف على ناس بيخلفوا 7 عيال كل عيلة. بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، نظمت لجنة الصحة الإنجابية والإيدز بجمعية تطوير مستقبل طلاب الطب المؤتمر الأول للصحة الإنجابية بمشاركة العديد من الشباب الطلاب والباحثين والأساتذة من الجامعات وممثلي وزارة الصحة ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة. احنا هنا ده المؤتمر الأول للصحة الإنجابية، بينظمه طلبة كلية الطب بتوع مصر كلهم متجمعين النهاردة في المؤتمر. عندنا رسائل كنا حابين نوصلها، يعني انا كان رسالتي اول حاجه بوصلها لطلبه كليه الطب، كل واحد فيكم هو عباره عن شعاع نور، المفروض ان هو اللي ينور للمجتمع. يعني مشكلتنا دايما في مصر ما عندناش ثقافه طبيه، فبقول دايما طالب كليه الطب ولما يكبر يبقى دكتور هو رسالته ان هو يوعي المجتمع. عندنا برنامج رائدات الريفيات في وزاره الصحه، ده البرنامج ده عباره عن عندنا 14,000 رائده ريفيه متوزعين في ريف مصر، بيقوموا بتوعيه الاسر المصريه في خارج اسوار الوحده. يعني احنا مش بنستنى السيده لما تيجي الوحده، لا، هي الحقيقه الرائده اللي بتروح لها هو الهدف منه الوصول للمنتفعات بتوعنا في اماكن تواجدها. النهارده كنا عاملين مؤتمر عن الصحه الانجابيه، هدفنا بيه ان احنا نحسن الصحه الانجابيه ونزود الوعي بيها، لان نقص الوعي ده بيؤدي الى مشاكل كبيره ومعتقدات خاطئه، لان مفيش مصدر المعلومه الصح، وبالتالي المعتقدات الخاطئه دي بنبدا نشتغل عليها من دلوقتي، فالوقايه خير من العلاج. فالاحسن ان احنا بدل ما نشتغل على المعتقدات ان احنا نوعي الناس فعلا صح، فبالتالي نبقى من الاول مفهمينهم فما يجيش المعتقدات الخاطئه ده. المؤتمر النهارده ده الكلوزنج سيريموني او اخر ايفنت خالص بيتعمل على بروجكت دام لمده 3 سنين، ان هو كان اسمه المراه حول الساعه، وده بيدرس مراحل تطور المراه من اول ما بتتولد خالص لغايه لما بتكبر، بنعدي بقى بسن المراهقه، بالجواز، ما بعد الجواز، حمل ورضاعه، سن انقطاع الطمس، وكل الحاجات دي. احنا في الموقع عندنا فطرنا فكره ان احنا ممكن نتلقى اسئله عن الصحه الانجابيه واحنا بنرد عليها 24 ساعه. الموضوع بيتم بسريه تامه جدا، الموضوع بدون اي يعني اي مصاريف، لا هو الموضوع احنا عاملينه كان في كذا حد كذا شريك ان هو بيقدموا كخدمه مجانيه، اي حد عنده اي سؤال عن الصحه الانجابيه وكان سايب يبعت لنا السؤال واحنا بنرد خلال 24 ساعه. احنا بنحضر النهارده مؤتمر عن الصحه الانجابيه لان اهم حاجه في مصر هي ان احنا ننشر الوعي الصحي ونهتم بالمراه، لان زي ما كنا لسه بنقول جوه ان المراه هي عدديا نص المجتمع، بس فعليا هي بتربي وتتحكم في النص الاخر، فعشان نهتم بالمراه وبالاطفال عمل المؤتمر ده في جامعة 6 أكتوبر النهاردة. المؤتمر ناقش عدة قضايا هامة مثل البحوث والعمل الحالي على المراهقين وصحة الشباب وجهود مكافحة ختان الإناث وتنظيم الأسرة وصحة الأم، كما أجاب المؤتمر على الأسئلة الخاصة بالصحة الإنجابية لدى الشباب. مصطفى الشيمي، صباح البلد.